بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تصحبكم في هذه المادة. هم الإسلام من يحمله؟ مع فضيلة الشيخ إبراهيم بن عثمان الفارس. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، أرحب بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وفي هذا المكان المبارك، وفي هذه الليلة المباركة، في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة الموافق 19 من شهر رمضان من العام 21 بعد 400 والألف. أيها الأحبة، إنما سنطرحه في هذا اليوم وما سيلقى في هذا اللقاء سيكون لقاء مهما، على اعتبار أن النقاط التي ستناقش وستطرح تهم الجميع صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا، علماء ومتعلمين، بل وحتى العامة، الكل يهمه هذا الموضوع. أيها الأحبة، في السنة السابعة من الهجرة، عندما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من حرب اليهود في خيبر بعد معارك ضروس وحرب دامية وجهاد كبير، فرح المصطفى صلى الله عليه وسلم بافتتاح خيبر وباستسلام يهود فدك وتيماء، وجمعت الغنائم، واغتنى أهل المدينة، اغتنت الأسر الفقيرة، اغتنى أهل الصفة من عظم ما حصلوا من غنائم. ففرح المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما رأى البشر يعلو وجوه هؤلاء الفقراء، عندما رأى الفرحة على وجوه هؤلاء الأطفال الصغار مما جاءهم من رزق من الله سبحانه وتعالى. في هذه اللحظة، في هذه الدقيقة، وإذا بباب المصطفى صلى الله عليه وسلم يطرق، خرج عليه السلام يستمع، من ذا الذي يطرق الباب؟ فقال: أنا جعفر. فذهل عليه السلام، ذهل عندما سمع هذا الصوت الذي افتقده سنين طوال، فأخذ عليه السلام رداءه يجره خلفه، لم يلبسه من شدة استعجاله، بل من شدة فرحه، من شدة سروره بهذا الذي قدم. من هو؟ إنه جعفر، إنه ابن عمه، إنه قائد المؤمنين الصابرين في الحبشة. فتح الباب بسرعة، نظر إليه والبشر يتهلل من وجهه، ثم ضمه إليه وقبله بين عينيه، ثم أطلق كلمته المشهورة: لا أدري والله، أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟ لقد عادل فرح قدوم جعفر افتتاح هذه المنطقة الكبيرة من مناطق المسلمين. إن لجعفر أهمية، إن لجعفر منزلة، إن لجعفر مكانة في قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم. رحب به، أجلسه، قدره، احترم جهده، احترم جهاده، ثم
بعد فترة وجيزة، بعد فترة بسيطة، هل يا ترى أصدر الرسول صلى الله عليه وسلم مراسيم ملكية أو أميرية أو رئاسية بأن يعطى جعفر أرضا واسعة مترامية الأطراف ويعطى قصورا ويعطى سيارات ويعطى أموال؟ لا، بل أصدر مرسوما يقول فيه لتذهبوا إلى مؤتة، ليذهب الجيش إلى قتال من؟ إلى قتال الروم، إلى قتال أقوى جيش في ذاك الزمان، جيش الروم. ويقول عليه السلام: إن قائدكم هو زيد بن حارثة مولاه صلى الله عليه وسلم، فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة، فإن أصيب فارتضوا لأنفسكم قائدا. كلمة المصطفى عليه السلام فإن أصيب تدل على أن الرجل سيموت. ما هذا يا رسول الله؟ قدوم جعفر بعد عناء وتعب وجهاد، لا بد أن يرتاح، لا بد أن يجلس، لا بد أن يبني مستقبله، لا بد أن يربي أولاده، لا بد أن يهتم ببيته، بفلته، بأرضه، بمزرعته. لا، بل كانت النتيجة: اذهب يا جعفر قائدا مساعدا لزيد بن حارثة، فإن قتلت فإن عبد الله بن رواحة سيكون ثالثكما. عجيب أمرك يا رسول الله، عجيب. إذن أيها الأحبة، من هذا المنطلق، من هذه القصة العجيبة، أنطلق لأتحدث عن عنوان محاضرتنا لهذه الليلة، والتي تأخذ مسمى: ما الهم الذي تحمله أيها المسلم؟ ما الهم الذي تحمله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا حمل من هم؟ هل حمل هم أن يعطي جعفر هذه الضياع وهذه القصور ويعيشه منعما؟ لا، إن حمل راية الإسلام، إن نشر الإسلام، إن بث الدعوة في أرجاء المعمورة هي الهم الأول والأخير بالنسبة للمصطفى صلى الله عليه وسلم. على الرغم من مكانة جعفر في قلبه، في ضميره، في فؤاده، إلا أنه قدمه قائدا مساعدا، بل وقال لصحابته: فإن أصيب، وهذا دلالة أنه سيقتل، وقد مات شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيها الأحبة، كان هناك قائد طائرة، أو ما يعرف بكابتن طائرة، وهذا الرجل من مصر، وهذا الرجل كثير الأسفار بحكم وظيفته، بحكم عمله، بحكم قيادته للطائرة المدنية، فكان ينزل في كل بلدة، في كل مدينة. وتعرفون حال هؤلاء: ارتباط بمضيفات، ارتباط بنساء، ارتباط بفسق، ارتباط بفساد. وقد ضم هذا القائد إلى ما كان يهواه ويرغبه من هذه المفاسد حب شديد للغناء، بل وحب شديد للعزف، فكان يعزف جملة من الآلات الموسيقية. فإذا جاء إلى بلده اجتمع مع شلة من أصحابه، فبدأ يحدثهم عن مغامراته، يحدثهم عن غزواته، طبعا غزوات تختلف عن غزوات، ثم يبين لهم كل ما سهر، كل سهراته وماذا يفعل فيها. وبعد أن ينتهي يبدأ العزف والتصفير والصفير والغناء. وكان هناك صديق له، بل وقريب له، وكان يأتي إليه فيسلم عليه ولا يسأله إلا سؤالا واحدا: من أين جئت؟ فيقول: من ألمانيا، من سويسرا، من اليابان، من الهند، من أندونيسيا، من كذا وكذا من الدول. فلا يسأله إلا سؤالا واحدا، يقول له: كيف حال المسلمين في ذاك البلد؟
فيقول بخير، إجابة عامة، لأنه لا يعرف أصلا ولا يعلم كيف حالهم ولا يعلم ماذا يحصل لهم، هل يحصل لهم خير أو شر، هل يحاربون هل ينعمون، هل مجالات الدعوة مفتوحة أمامهم أم لا. ولكن الإجابة المكررة الروتينية جعلته يتضايق منها، أي هذا الطيار، فقال في يوم من الأيام: لماذا لا أأتي بإجابة فيها بعض التفصيل؟ فدخل يوم من الأيام أحد المراكز الإسلامية في أحد الدول الأوروبية وجمع بعض المعلومات والتقى ببعض القائمين على المركز، وفرح بهذه المعلومات ورأى على وجوههم البشر، رأى على وجوههم الصبر، رأى على وجوههم الطاعة، على الرغم من أنهم يعيشون في مجتمعات كافرة إلا أن الطاعة على وجوههم، نور الطاعة يشع من وجوههم، يصابرون يصبرون يتحملون ينشرون الدعوة بالرغم من المحاربة، بل بالرغم من شظف العيش والجهد والجهاد الذي يبذلونه. فجمع معلومات، وعندما جاء إلى مصر جاءه السؤال الروتيني المعتاد: كيف حال المسلمين في ذاك البلد؟ فانبرى يجيب: لأن المعلومات توفرت، زرت المركز كذا وعندي كذا من المعلومات، وعندي وعندي وعندي، بل ويتضايق هؤلاء من كذا ويفرحون بكذا. بدأ يعطيه المعلومات، فقال له: ما رأيك أنت تذهب إليهم وتزورهم بين فينة وأخرى، أما أنا فلا، فلماذا لا تتكفل بمساعدتهم؟ أنا سأعطيك، أنا سأساعدك، أنا سأهتم بالمسألة، لماذا لا نتعاون، نجمع كتب، نجمع مصاحف، نجمع مال، نجمع كذا وكذا، فنعطيهم، ندعمهم شيئا فشيئا. كلما سافر هذا الطيار إلى مدينة كلما جمع معلومات وأعطى قريبه وصديقه، ثم كانت ردة الفعل أن يساهمون في إصلاح المركز ودفعه ودعمه. وفي نهاية المطاف رأى الطيار أن حياته السابقة كانت حياة في الثرى، في الثرى، في التراب أو تحت التراب، أما حياة هذا الرجل فكانت في الثريا في السماء. فرأى بونا شاسعا بين الحياتين، رأى فرقا شاسعا بين المعيشتين، فقرر الانتقال إلى العلوم، قرر ترك القاع إلى القمة، فترك كل اهتماماته السافلة التافهة وبدأ يهتم بهذه المراكز، يهتم بالدعوة، يهتم بكذا وكذا مما يصلح هؤلاء الناس. ثم في نهاية المطاف وجد أن همه قد تغير من الصفر إلى ما لا نهاية من اهتمامات عظيمة جدا بأمور المسلمين. إذن أيها الأخوة، هذه الصورة القديمة من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه الصورة الحديثة من صورة ما عاشه هذا الطيار، تدعونا إلى التوقف مع ما الهم الذي تحمله أيها المسلم. أيها الأحبة، إن الذي يدعوني لطرق هذه المسألة من خلال الأمثلة السابقة وما سيلحقها من أمثلة نقاط متعددة أعرضها عليكم بإيجاز. أول نقطة: أن هذا الموضوع، أي الهم الذي يحمله كل منا، مهم جدا لكل الناس، للذكر والأنثى، للصغير والكبير، للرجل والمرأة، للعالم والمتعلم، للجميع. لا بد أن يكون هذا الأمر مناقشا ومدروسا. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يوجد إنسان على وجه هذه البسيطة إلا وفي قلبه وفكره وكيانه هموما تشغله وتأخذ عليه جزءا كبيرا من وقته. ما في إنسان ما عنده هموم، ليست الهموم أي الأمراض النفسية أو الأمراض الداخلية، لا، الهموم أي الهم الذي يشغلك، الذي تحاول أن تحققه، الذي تحاول أن تصل إليه. فتجد إنسانا عنده هم البحث عن زوجة، البحث عن بيت، البحث عن راتب، البحث عن وظيفة. واحد آخر لديه هم تطوير الوظيفة، تطوير الراتب، بناء بيت، بناء تأسيس البيت. واحد آخر لديه هموم في مسألة الشهوات،
والمتع وغير ذلك. إذن ما في أحد ما عنده هموم، ما في أحد ما ليس لديه هم. إذن هذا الذي يدعونا لمناقشة هذه المسألة بشكل أكثر تفصيلا. النقطة الثانية التي تدعونا لهذا الأمر كثرة أهل الصلاح. أهل الصلاح والأحبة كثرة، ولكن وللأسف الشديد النتاج قليل، النتاج قليل. ولذلك تجد أن الفساد مستشري ومنتشر وظاهر وبارز في كل مكان، بالرغم من أن أهل الصلاح كثر وفي كل مكان. لماذا أيها الأحبة؟ لأن الكثير من الناس وبالذات أهل الصلاح تجدون أن هم الدعوة إلى الله، هم إصلاح الذات، هم تربية الأسرة، هم نشر الإسلام ضعيف في قلوبهم. ولذلك عندما حصل الغزو العراقي للكويت وجاءت القوات الأمريكية، قام بعض الإخوة بدعوة بعض من الجند الأمريكيين ودعوهم واستجابوا، استجاب جند، استجاب ضباط، ومن أصول هذه الدعوة أن يذهب بهم إلى مكة، فأخذوا إلى مكة وأدوا العمرة، ثم التقوا مع الشيخ صالح بن حميد إمام الحرم وعندما كان عميدا لكلية الشريعة، وألقى عليهم محاضرة. وعندما انتهت المحاضرة المترجمة قام أحد الضباط وصار يبكي في القاعة ويقول: كل هذا الخير عندكم، وكل هذا النعيم عندكم، وكل هذه الراحة النفسية عندكم، ما ذنب أبي وأمي وأخي الذين ماتوا على الكفر؟ إنهم في النار والسبب هو أنتم. عندكم كل هذا الخير وتكتمونه، عندكم كل هذا النور وتغلقون عليه الأبواب. وكان يبكي وكان صادقا، بل هو محق فعلا. إذن كثرة أهل الصلاح لكن النتاج قليل. ولذلك أيها الأحباب، كان هناك رجل كبير في السن وكان لا يجلس إلا في صدر المجلس المسجد، في أول المسجد خلف الإمام، تأخر يوم الأيام عن الحضور، وعندما حضر إلى المسجد وإذا بالصف الأول ممتلئ، الصف الأول ممتلئ، فنظر إليهم وإذا بهم شباب صغار، وكانوا من شباب حلقات المسجد ومكتبة المسجد. أراد أن يجلس ما وجد مكان، وكان رجلا يغضب بسرعة، فنظر إليهم شزرا وقال لهم: أيها الشباب، أنتم الآن تدعون أنكم ملتزمون وتدعون أنكم أهل صلاح، ولكن أين آثاركم؟ إنني أسكن بجوار المسجد وبجوار أبنائي، ثلاثة بيوت بجوار المسجد، وكل بيت فيه دش يأتي بعدد كبير من المحطات الفضائية، وأنا أسأل أولادي: هل أعطاكم أحد نشرة؟ هل أعطاكم أحد شريط؟ هل أعطاكم أحد كتيب؟ هل ناصحكم مشافهة أو غير مشافهة في هذا الأمر الذي وضعتموه في سطوحكم؟ فكلهم يجيبون بالنفي. أين خيركم؟ أين نفعكم؟ أين أثركم؟ يتحدث بغضب. فأنا أقول هذا الأمر وللأسف الشديد موجود. أما السبب الثالث، أن من اهتم بشيء فلا بد أن يظهر أثره عليه، لا بد أن يظهر هذا الأثر عليك، على يظهر على قسمات وجهك، على فلتات لسانك، على سلوكياتك، على تصرفاتك، على أسلوب تعاملك مع الآخرين، بل ويظهر على قربك وبعدك من الله سبحانه وتعالى. إذن ظهور الهم على الإنسان أمر بين وواضح، وبالتالي فتجد الذي يهتم بالبيت ببنائه تجد أن هذا الأمر على لسانه، في قلبه، أمام الآخرين، دائما يتحدث بهذا باستمرار، ولا يفكر إلا فيه، لا يفكر إلا فيه. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه صلى يوم من الأيام صلاة المغرب، صلى المغرب ولم يجهر بالصلاة، لم يجهر بالصلاة وخلفه صفوف عدة، فعندما انتهى حدثه الصحابة: لماذا لم تجهر بنا يا أمير المؤمنين؟ قال: ألم أجهر؟ قالوا: لا، ما جهرت بنا. قال: والله لقد أشغلني. ما الذي أشغلك يا عمر؟ أكيد أشغلك زخرفة بيتك، أكيد أشغلك البحث عن ثياب غالية الثمن لتشتريها. لا، الذي أشغله
هو تنظيم وترتيب الجيش الذي سيتجه إلى قتال الفرس في القادسية. هذا الذي أشغله، وهذا الذي أخذ عليه فكرة، فلم يدري هل صلى جهرا أم سرا. إذن يظهر الأمر على قسمات الوجه، فلتات اللسان، على السلوكيات، بل حتى على العبادة. نحن الآن في صلواتنا فعلا نحن مثل عمر، ننشغل، لكن شتان بين الانشغالين، شتان، بل لا أقول البعد بينهما، بعد المشرقين أكثر من المشرقين حتى. أما النقطة الرابعة تدعونا لمناقشة هذا الموضوع، فعدم تقدير كثير من الدعاء لفقه الأولويات، فقه الأولويات، بل وكثير من الناس، لا أقول الدعاء، كثير من الناس، بل لنا جميعا فقه الأولويات عندنا فيه خلل. ما الذي ينبغي أن تركز عليه؟ تجد الإنسان يركز على قضية الوظيفة، الاهتمام بها اهتمام كبير جدا، ولكنه يفرط في تربية أولاده، يفرط في حقوق زوجته، يفرط في دعوة جيرانه، يفرط في دعوة أقربائه، وتجد في نهاية المطاف أنه حصل على أمور الدنيا بشكل بين ومميز، ولكن هؤلاء الأولاد والأحفاد، بل والزوجة والإخوة والأخوات، قد انفلتوا من بين يديه. لماذا؟ لأن الأولويات فيها خلل، ولذلك لا بد من مراعاة هذا الجانب. أما النقطة الخامسة في التي تدعونا لمناقشة هذا الموضوع، فكثرة الشباب، كثرة الشباب الذين لديهم هموم ولكنها دنيئة، لكنها سافلة، لكنها تافهة، تافهة جدا. تجد الشباب عندما يأتي، يعني أنا رأيتهم كثيرا، يأتي ويأخذ الجريدة يشتريها، ثم بعد ذلك يأخذ منها الصفحة الرياضية صفحتين أو ثلاث أو أربع، ويرمي الباقي في الزبالة، ما يطلع حتى على عناوين الأخبار، حتى الأخبار الكبيرة ذات الخطوط العريضة لا يلقي لها بالا، يرميها مباشرة، يأخذ الصفحتين ويذهب إلى البيت. اهتمام فعلا، هم، ولكنه هم دنيء، وهذا الهم الدنيء جعل يعني هذا الشاب يفعل هذا الفعل. وما أكثر الذين يسيرون على هذا المنوال. إذن نحن نناقش هذا الموضوع لكي نوجد له حلولا، لكي نوجد له على الأقل طرح. لا يلزم أن يكون هذا اللقاء لإيجاد الحلول، أهم شيء أن تطرح القضية طرحا سليما، ثم بعد ذلك الطرح السليم يؤدي إلى الوصول إلى الحل السليم إن شاء الله. أما النقطة التي أحب أن أشير إليها هنا، فهي أن الكثير مما سأطرقه في هذا اللقاء سيكون عبارة عن طرح قصصي، وبعض هذه الطروحات القصصية لن أعلق عليها إلا نادرا، وأترك استنتاج الدرس واستنتاج العبرة وأخذ الفكرة وتطبيق ذلك عليك أنت أو أسرتك، أجعل ذلك لك أنت، فأنت حصيف، أنت ذكي، أنت ألمعي، تستطيع أن تستنتج، تستطيع أن تطبق. أيها الأحبة، تعرفون نوح عليه السلام؟ كلكم تعرفونه، لكن تخيل معي، لو أنك داعية إلى الله في بيتك، كلنا دعاء في بيوتنا، كلنا بلا استثناء، كلكم دعاء، لو أنك في بيتك تفكر في جارك أو في ابنك أو في قريبك الذي انحرف عن جادة الصواب، وأردت أن تدعوه، وبدأت تدعو وتستمر في الدعوة، ثم أمضيت 5 سنين وأنت تدعو باستمرار، ثم في نهاية المطاف استجاب لك هذا القريب وصلحت حاله، ماذا ستكون حالك أنت؟ ستقول وأسفا على الوقت، لقد أمضيت وقتا طويلا، بل وطويل جدا، 5 سنوات، وفي النهاية التزم رجل واحد. نوح عليه السلام أول الأنبياء، أول المرسلين، أمضى 950 سنة وهو يدعو الآباء، ثم يدعو الأبناء، ثم يدعو الأحفاد،
ماذا قال عليه السلام عندما وصف هؤلاء لا يلدون إلا ماذا؟ فاجرا كفارا، فاجر وكافر، يلد يعني بمعنى أنه يتابع الأجيال باستمرار 950 سنة وهو يدعو ويبذل. طيب وبعد 950 سنة ماذا كانت النتيجة يا نوح؟ النتيجة بشكل عام وما آمن معه إلا قليل. النتيجة بشكل عام من الذي آمن معه؟ قلة قليلة. كم عددهم؟ يذكر بعض علماء التفسير أن عددهم 200، البعض يذكر 100، البعض يذكر بعضهم قال 10. تصور 10 فقط في 950 سنة، 10 يعني كل 95 سنة واحد. معقولة 95 سنة ولا يستجيب إلا واحد؟ إذا قلنا 10، إذا قلنا 200 كل 5 سنوات أو 4 سنوات ونصف واحد. وهو من؟ ليس أنا أو أنت أو فلان، لا، هو نبي الله نوح أول المرسلين الذي يوحى إليه من الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فلم ييأس، ومع ذلك فلم يتعب، ومع ذلك ما توقف ولم يتوقف إلا إذا جاءه الأمر الإلهي، عندما قال له الله سبحانه وتعالى إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. خلاص الآن انتهى الوضع، الآن توقفت الدعوة. 950 سنة بدون يأس، أليس لنا درس؟ أليس لنا عبرة من هذه القصة؟ أليس هذا الهم الذي حمله نوح عليه السلام يعطينا دروسا في أن نجعل هم الدعوة، هم الإسلام، هم نشر الخير هو الأصل في جميع تفكيرنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وعودا على بدء، عندما جاءه عمه وقال يا محمد تعال عندي لك مشروع ناجح، مشروع رائع، مشروع مثمر، استثمار عظيم، فجاء عليه السلام مسرعة مستبشرة، وإذا بكفار قريش في المجلس، أبو جهل، أبو لهب، أبو سفيان، العاص بن وائل، منبيه ومنبه ابن الحجاج، فلان وفلان، ما شاء الله زعماء قريش هنا. ماذا يريدون؟ ما هو المشروع؟ اسمع يا محمد، تريد أن تكون ملك علينا؟ أنت الملك. تريد أن نزوجك أجمل بنات قريش؟ خذ من شئت، ما في مانع، أختر ونزوجك. تريد أن تكون أغنانا؟ تريد أن تكون مليونير؟ نعطيك الملايين، نجمع لك من الأموال حتى تكون أغنانا مالا. تريد أطلب بس تدلل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال فرصة، المفروض لو كان الأمر بأيدينا نحن لقلنا فرصة، إيش رأيك أكون أنا الملك؟ فإذا صرت ملك عليهم خلاص يا أبو جهل لازم تسلم، خلاص يا أبو لهم غصب عنك تسلم، وإذا لم تسلم يا غلام أضرب عنقه. ممكن؟ لا، المصطفى عليه السلام لا، نظره غير هذا، فنظر إلى عمه ونظر إلى هؤلاء شذرة، هؤلاء لا يعلمون، هؤلاء لا يعرفون، هؤلاء نظراتهم سطحية، وقال يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أدع هذا الأمر ما تركته حتى يتمه الله أو أهلك دونه. انظروا هم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هم عجيب، هم عظيم جدا. عندما خرج عليه السلام إلى الطائف يجرب حظه، قريش رفضت الدعوة، ردت الدعوة، استهزأت بالداعية، فماذا يفعل الداعية؟ هل يتوقف يغلق الأبواب؟ لا، ممكن أن يفتح أبوابا أخرى، والأبواب كثيرة. فاتجه عليه السلام إلى الطائف، التقى مع بني عبد يليل بن عمرو من زعماء الطائف، جلس معهم، جلس مع الأول والثاني والثالث، فماذا قالوا له؟ أما الأول فقال له إنني أشقق وأمزق أستار الكعبة إن كان الله بعثه، وقال الثاني أما وجد الله أحدا يبعثه غيرك، وقال الثالث والله لأنت أجل في عيني، إن كنت صادقا لأنت أجل في عيني أن أكلمك، وإن كنت كاذبا لأنت أحقر في عيني من أن أكلمك. لا يريد أن يكلمه بأي صورة من الصور، سخرية في الإجابة، رد سيء. فماذا قال لهم عليه السلام؟ قال إذن اكتموا علي، اسكتوا لا تقولوا لحد شيء. لكن هل سكت هؤلاء المجرمون؟ لا،
على طول أغروا سفهاءهم وعبيدهم وصبيانهم بأن يقذفوا المصطفى صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يقذف بالحجارة من قبل هؤلاء السفهاء. وإذا بالدم يسيل على ماذا؟ على من؟ على المصطفى صلى الله عليه وسلم. الدماء تسيل، امتلأت أقدامه عقبيه أساقيه بالدماء صبرا تحملا. وعندها لجأ إلى حائط لعتبة بن ربيعة، ثم بعد ذلك رجع إلى مكة. قبيل وصوله إلى مكة وإذا بجبريل يأتيه فيسلم عليه ويقول: يا محمد، هذا ملك الجبال معي، ملك الجبال معي، كما صح ذلك في البخاري. فيسلم عليه ويقول: يا محمد، لقد علمت ماذا فعل بك قومك، والله لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، جبلي مكة، يطبقه على أبو جهل، على أبو لهب، على يموتون، يروهون، يذهبون، ينتهون. إذن المصطفى عليه السلام المفروض يقول: والله فرصة، هذه الفرصة المواتية، هؤلاء أهل الإجرام المجرمون الفسقة الكفرة الفجرة ليس لهم علاج إلا هذا، اللهم أهلكهم، اللهم دمرهم، الأمر بيدي. لكن ماذا قال عليه السلام؟ انظروا هم الدعوة، انظروا هم حمل الإسلام. قال: لا يا ملك الجبال، لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لنا في رسول الله أسوة، لنا في رسول الله قدوة، لنا في رسول الله منهج، فهل أخذناه أم لا؟ يقول ابن حزم رحمه الله، يقول: لو لم يكن للمصطفى صلى الله عليه وسلم معجزة إلا سيرته لكفى. أيها الأحبة، عندما ارتدت قبائل العرب وفكرت في غزو المدينة وتدميرها واحتلالها وتكوين ملك خارج نطاق قريش، جاء الناس وعلى رأسهم الصحابة إلى الصديق، إلى أبي بكر الصديق، ذلك الرجل العظيم الذي لا نعرف له حقه، ذلك الرجل العظيم الذي عندما مات وعيد الرسول صلى الله عليه وسلم بفترة وجيزة قالت عائشة: إن والدي مات بسبب أنه تأثر بوفاة المصطفى عليه السلام. تقول عائشة: عندما مات عليه السلام صار والدي يذوي جسده وقلبه وكيانه وضميره، يذوي ويذوي ويذوي إلى أن هلك تأثرا، وحق له أن يتأثر، لأن الذي مات هو الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي. جاء الصحابة إلى من؟ إلى الصديق، وقالوا له: اسمع، لدينا مسألتي، قضيتي. أما الأولى فالعرب ارتدت. لماذا؟ لأنها تقول: لن ندفع الزكاة، المال لن يدفع، نصلي نعم، نصوم نعم، نحج نعم، نشهد الشهادتين نعم، لكن نزكي له، فاتركهم، اتركهم فترة حتى تنتظم أمورنا وحتى تذهب الصدمة التي نعيشها من ذهاب الرسول صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا، وبعد ذلك نرد، وبعد ذلك نجازيهم. فماذا قال علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ قال: والله لو منعوني عناقا، وفي رواية أخرى عقالا، عناق كم؟ صغار المعز، عناق واحدة، أو عقال الذي يربط به قدماء البعير، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. الله أكبر، انظروا هم بقاء الإسلام صافيا ناصعا ظاهرا بارزا كما أصله محمد صلى الله عليه وسلم، هو هم الصديق رضي الله تعالى عنه. وفي نفس اللحظة عاش الصديق موقفا عصيبا رهيبا ثانية. قالوا له: إذن يا أمير المؤمنين، يا خليفة رسول الله، إذا كنا سنقاتل هؤلاء المرتدين فاترك جيش أسامة في المدينة يساهم في القتال، لماذا تسيره إلى الشام لقتال الرومان؟ دعه في المدينة
حتى يكون ردأ ويكون معينا ومساعدا لقتال هؤلاء الذين ارتدوا. فقال الصديق: نعم، هذه الخطة العسكرية السليمة. لا ما قال هذا. قال: الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرني في آخر لحظاته الدنيوية بأن أسير جيش أسامة ولا أسيره؟ والله لو قامت الكلاب بالهجوم على المدينة وأخذت بأرجل من أمهات المؤمنين، لاحظ التعبير أمهات المؤمنين، وجرت هذه الكلاب أمهات المؤمنين خارج المدينة لأسيرن جيش أسامة، حتى لو لم نجد من يدافع الكلاب لكي لا تجر هذه هؤلاء النسوة الأفاضل، ومع ذلك سيسير جيش أسامة. فسار جيش أسامة. فقالت العرب: هؤلاء المسلمين في المدينة لم يلقوا لنا بالا، لم يهتموا بنا، نحن عندهم صفر، وإلا لو كانوا ممن اهتم بنا لما سيروا جيشا إلى الروم، نحن عندهم لا شيء. وبالتالي تراجعوا، خافوا. فكانت خطة داهية عظيمة عجيبة من هذا الرجل العظيم الذي لم نعرف له حقه. أيها الأحبة، هذا الرجل الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان حريصا على أن يكون جسده جسد حلال، لأن الحرام سيكون للنار، أيما جسد نما من سحت فالنار أولى به. جاءه غلام له بلحم فأكل منه، وكان رضي الله تعالى عنه لا يشرب شيئا ولا يأكل شيئا إلا بعد أن يسأل: ممن هذا؟ ما هو مصدره؟ ما هو أصله؟ ليس كحالنا الآن، لا، يسأل، يحقق، يدقق. فقال لغلامه بعد أن أكل بعضا من قطيعات اللحم: من أين جئت بهذا اللحم؟ قال: لقد تكهنت لأناس في الجاهلية فأسلموا، وعندما رأوني أعطوني قطعة من اللحم فطبختها لك وأكلتها.